العمل بيتم على قدم وساق في المشروعات الجديدة اللي بتنفذها وزارة الإسكان، وخصوصا في المدن الجديدة زي العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة أيضا إلى التطوير اللي بيحصل في منطقة ماسبيرو، وده يعني بيلقى متابعة هامة جدا علشان يتم التنفيذ في الموعد المحدد وبالدقة المطلوبة. خلونا نعرف التفاصيل والموقف التنفيذي لكل هذه المشروعات. معنا على التليفون المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. صباح الخير عليك يا باشمهندس. نبدأ من منطقة ماسبيرو، وإحنا خلاص شايفين الأبراج ما شاء الله ابتدت تتشطب كمان من الخارج، فلو حضرتك تقول لنا الموقف التنفيذي، وهل إحنا وصلنا للمرحلة النهائية في هذا المشروع؟ صباح النور على حضرتك وعلى حضراتكم يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا يعني زي ما سيادتك قلتي، يعني المشروعات بالكامل بتلقى اهتمام من القياده السياسيه بشكل كبير في المدن الجديده، وبالاخص تطوير القاهره في هذه المشروعات الضخمه اللي بتقدمها وزاره الاسكان اللي كان بيتابعها الدكتور عاصم الجزيره وزير الاسكان بالامس. مشروعات تطوير القاهره التاريخيه من اول ممشى اهل مصر وماسبيرو ومنصور مجرى العيون وميدان التحرير وبحيرة عين السيرة وخلافه، المناطق اللي بتتطور بالكامل في القاهرة التاريخية بالتزامن طبعا مع إنشاء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. المشروع اللي احنا بنصادف الكلام عنه اللي كان بيتابعه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اللي هو من تطوير مثلث ماسبيرو، حضراتكم تابعيننا وبتقولي إن التشطيبات الحمد لله خلصت. احنا فعلا على آخر الشهر ده بإذن الله التشطيبات بالكامل الخارجية هتكون خلصانة في الأبراج المرحلة الأولى، واحنا شغالين فعلا في التصفيات الداخليه بنسبه كبيره جدا بالمتابعه مع زمايلنا هناك في المشروع. احنا بنتكلم على شهر فبراير بالضبط يا فندم. احنا يعني كنا حاطين تارجت ان احنا نهايه شهر فبراير ان شاء الله يكون المرحله الاولى خلصت بالكامل ان شاء الله تصفيات خارجيه. وبالفعل احنا يعني زي ما حضرتك قلت كده، يعني كان في ناس ساكنه في المنطقه، وحضرتك عارف قد ايه المنطقه دي كانت منطقه جوهره عشوائيات قويه جدا في وسط احسن مكان واجمل مكان في القاهره. وبالفعل الحمد لله يعني على مدار العهود السابقه كتير الناس كتير حاولوا يفتحوا الملف ده، لكن ما عرفوش. الحمد لله الحكومه الحاليه قدرت ان هي تتعامل مع الملف ده وتتعامل مع السكان وتحط ضوابط وتحط اختيارات كتير ليهم علشان لو حابين يرجعوا. بالفعل في سكان كتير راغبين في العوده، ودي اول ابراج خلصت ليهم اللي هي الابراج السكنيه، السكن البديل للسكان العائدين اللي هم هيكونوا في المنطقه. فاحنا اتجهز بالفعل حوالي 950 شقه في الابراج اللي خلصت اللي حضراتكم شايفينها في التصوير وشايفين تصويباتها اللي خلصت في التصوير. بس يعني احنا ممكن نقول ان احنا يعني بمثابه شاهد عيان عليها، لان احنا رايح جاي دايما بنبص عليها واحنا داخلين ماسبيرو يعني. شوفوها على طول. صحيح. والمنطقه طبعا عايز اقول حاجه مهمه قوي، احنا مش بنتكلم بس ان احنا هنطور علشان بس كمان السكان ترجع، احنا هنطور عشان سكان القاهره بالكامل. نعم. المشروع مجموعه ابراج سكنيه واداريه واستثماريه ومجموعه انشطه ترفيهيه في المكان هتبقى موجوده ان شاء الله لسكان القاهره بالكامل، بالاضافه لانه نقل حياه الناس اللي كانت موجوده في مستوى احسن بالشكل ده، ده انجاز. الانجاز الثاني تطوير المنطقه بالكامل، قد ايه المنظر كان طبعا سيء في الاول وله تبعات سلبيه ونقص في الخدمات في المنطقه، المنطقه طبعا هتبقى نوع جديد من الخدمات اول مره يتقدم في القاهره. امتى يا فندم هتفتحوا باب الحجز للمشروعات التجاريه والوحدات التجاريه في هذا المشروع؟ احنا يعني من المخطط ان شاء الله على ابريل مايو يكون بدانا تسكين ان شاء الله للسكان اللي في المنطقه، ويكون شطبنا جزء من المنطقه الترفيهيه والمنطقه التجاريه على نص السنه ان شاء الله اللي احنا فيها دي، يكون ان شاء الله بدا يعني نبدا نشغل خطه التطوير وخطه الاستثمار. بالنسبه طبعا انه عندنا في انشاءات لسه بتتم في المنطقه، فاحنا بنخلص جزء المرحله الاولى ونقفلها عشان نقدر تبقى جاهزه للاستخدام، والجزء الثاني شغال بالفعل. فطبعا دي محتاجه تطوير وتدبير بخطه معينه، فعلى نص السنه ان شاء الله احنا بنتكلم فيها. احنا اللي هيبقى عندنا جاهز ان شاء الله اللي هم الخمس او ست ابراج اللي بنتكلم عنهم دلوقتي، بالاضافه للمنطقه اللي بيتم تطويرها بالفعل على كورنيش النيل اللي هتستفيد بقى طبعا وبالتكامل مع ممشى اهل مصر. اللي حضراتكم كلكم شفتوا المرحله الاولى منه اللي بتطل على منطقه مثلث ماسبيرو. فالابراج النيل ماسبيرو دي هتبقى موجوده على وجه شاطئيه، وفي نفس الوقت هتستفيد من ممشى اهل مصر اللي المرحله الاولى الحمد لله تم افتتاحها يمكن نتكلم من اشهر قليله. فطبعا يعني الموضوع هو متكامل، في خطه في خطه تشغيل وفي خطه تطوير وخطه طرح زي ما حضرتك سالتي بالظبط. نعم، يعني حضرتك بتتكلم في مشروع متكامل مش فكره ابراج بس بتتبني، لا تطوير كمان، لا يعني كورنيش وتغيير
اتفضل. تغيير حياه الناس اللي في المنطقه، مش كتل قرصانيه او كتل سكنيه صحيح. اضافيه، لا ده في جراجات معمول حسابها تسعة، بنتكلم بتسعة في عدد كبير جدا من السيارات، بنتكلم في حوالي 350 سياره، دول ارضي وتجاري، وفي الاجار التجاريه والاجار السكنيه. الناس اللي كانت بتقول لنا انتوا هتحطوا كتل سكنيه تاني في وسط القاهره المزدحمه، لا احنا في معايير جديده للاستخدامات. وده اهميه يا باشمهندس عمرو، فكره يعني التخطيط، مش فكره مشروع بيتعمل هباء او بيتعمل عشان يلا نخلص الشكل والشكل يبقى حلو، لان احنا يعني تحديدا كعاملين في ماسبيرو كنا بنحزن لما كنا بنشوف مثلث ماسبيرو في الماضي يعني المطل على كورنيش النيل في اجمل بقاع القاهره، ده حقيقي وباللعيب بالشكل ده. النهارده الشكل اتغير تماما بجد فعلا، يعني بنشكركم طبعا، بس عاوزين نخرج بقى من القاهره الخديويه او نطلع من وسط البلد ونروح للعاصمه الاداريه الجديده، لان العمل بيتم في كل يعني شبر موجود في مصر. عاوزين نعرف الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بتتم هناك وصلت لحد فين، ونشير برضو لباقي المدن الذكيه. طبعا يعني المدن الجديده وعلى راسهم العاصمه الاداريه الجديده في اهتمام ومتابعه يوميه، دي بقى يعني حقيقه من سياده الوزير للمشروعات اللي بتتم هناك. وزاره الاسكان بتقوم بدورها هناك ممثله في هيئه المجتمعات، بتنفذ مشروعات سكنيه وبتنفذ مشروعات استثماريه وبتنفذ مشروعات المرافق البنيه التحتيه للمرحله الاولى بالكامل. فاحنا شغالين في المرحله الاولى اللي هي 40,000 فدان، الحمد لله وزاره الاسكان نفذت فيها حوالي 90% من المرافق اللي موجوده هناك، المايه والصرف وبعض المرافق المرتبطه الاخرى. وطبعا على راسهم مرافق الحي الحكومي اللي ان شاء الله هيكون جاهز للانتقال الحكومه، طبعا لانتقال الحكومه طبقا لتوجيهات سياده الرئيس. عندنا طبعا الاحياء السكنيه، الحي السكن الثالث والحي السكن الخامس، وزاره الاسكان الحمد لله احنا في الحي السكن الثالث نفذنا بنسبه 98% الانشاءات في الحي وتشطيباته. يمكن حضراتكم شفتوا الفيديو اللي عرضناه من يومين على موقف الانشاءات اللي تمت في العاصمه هناك. بالاضافه طبعا للحي السكن الخامس اللي احنا بنسميه دلوقتي نيو جاردن سيتي، وده على طراز معماري الجاردن سيتي المعروفه المشهوره عندنا في القاهره، طبعا بالطراز معماري نفس الشكل المعماري بالتحسينات اللي كانت موجوده زمان مع الزمن بدات تتاكل، لا جددناها تاني بشكل مميز جدا في العاصمه، حوالي 20,000 وحده سكنيه، نسبه التنفيذ فيهم تخطت ال 45% الحمد لله. بالنسبه طبعا لوزاره الاسكان بتنفذ برضو المنطقه المركزيه للاعمال، ودي يعني دره التاج في العاصمه الاداريه الجديده اللي هي محطيه الابراج، اللي هتكون يعني حاجه مميزه جدا للعاصمه الاداريه الجديده. 20 برج نقله نوعيه الحقيقه لشكل الاسكان في مصر العاصمه الاداريه الجديده. مهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده. ما بين العاصمة الإدارية الجديدة وما بين مثلث ماسبيرو يعني بيأكد حاجة أن الدولة بتشتغل في خطوط متوازية، هنا بنطور وهنا بنطور، لأن ده يعني أكبر رد ودليل على اللي ما كان يثار في الماضي بفكرة أن هو اللي بيحصل تطوير وبنعمل عاصمة إدارية جديدة والناس هتستغنى عن القاهرة وخلاص، لا النهاردة شايفين يمكن الاهتمام بالقاهرة القديمة القاهرة الخديوية أكتر كمان من اللي بيحصل للتوسعة الخاصة بالدائري، فكل التطوير موجود في كل حتة في كل شبر من مصر.